نروح لتناول الإعلام للحادث ونشوف مقارنة بين الجرائد العربية والغربية. خلينا نبدأ بالصحف الغربية. هناخد معنا دلوقتي الأستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن. مرحبا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن. أهلا أستاذ عبد الرحمن. في, 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 في آخر حديث عن موضوع السفينة الجنيحة في قناة السويس، التايمز الأمريكية بتقول دلوقتي قد تستغرق السفينة العملاقة التي تسد قناة السويس أياما أو أسابيع حتى تتحرر، وده وفقا لأحد الخبراء اللي تحدث مع الصحيفة الأمريكية. بصفة عامة كيف تحدثت الصحف الغربية عن الموضوع؟ في حقيقة الأمر هناك تركيز على فكرة الوقت الذي ستأخذ. هو الجميع أجمع على أنه لا وقت محدد، حتى أن الواشنطن بوست نقلت تقريرا هاما عن وكالة السوشيال بريس الأمريكية، أكد فيه الخبراء ولا سيما بيتر كريبنسكي الذي هو المتحدث باسم الشركة التي استأجرت حتى يتم إنقاذ هذه السفينة أو يعني عودتها إلى المياه مرة أخرى، قال أنه لا يوجد وقت محدد حتى الآن. لكن اللافت للنظر حتى الآن هو التصريحات المتصاعدة البينية ما بين أسامة ربيع الذي يؤكد أن المسألة ليست متعلقة فقط باتجاه الرياح أو قوة الرياح كسبب لجنوح هذه السفينة، ولكن هناك أسباب أخرى، في حين يتحدث المدير الفني للشركة بيتا شوالت للشركة المالكة للسفينة بأن المسألة تتعلق فقط بسرعة الرياح وما إلى ذلك، ومن ثم يبدو أننا سنكون أمام اتجاهان متضادان من قبل الجانب المصري ممثلا في الفريق أسامة ربيع و المدير الفني للشركة حول المسؤولية أو حول كيف جنحت السفينة، لأن الفريق أسامة ربيع يرى أن المسألة أكبر من أو يعني أعقد من أنه فقط مجرد رياح دفعت بالسفينة إلى الجنوح، في حين يبدو أن الطرف الآخر يصر على بناء سردية تقول أنه لا يوجد عطل فني ولا يوجد خطأ بشري وأن المسألة كلها تتعلق بالرياح، وهذا يعيدنا يعني إلى فكرة التعويضات التي كما نشرت في الفيديو لا أحد يرغب أتحدث فيها الآن لأنها ستتعلق بالأسباب المتعلقة بجروح السفينة وما إلى ذلك. هذه نقطة كانت رئيسية في التناول. النقطة الأخرى كانت في الحلول وتناولتها جريدة وول ستريت جورنال، والتي قالت أن الحلول المطروحة هي إما بالتكريك أو يعني الحفر أسفل السفينة أو الاعتماد على المد والجزر الذي هو متوقع أن يصل في الأيام القادمة إلى نسبة 50 سنتيمتر أو 21 بوصة، أو فكرة تفريغ الحاويات. وتفريغ الحاويات هي فكرة أيضا طرحت من الشركة المالكة للسفينة، لكن الجميع يجمع على أنه لا يوجد وقت محدد، ولكن هناك زورقان كبيران بحسب الشركة المستأجرة لحل المشكلة. في طريقهما زورقان كبيران متخصصان في هذا الأمر، في طريقهما ليل السبت ونهار الأحد حسب فوارق التوقيت للمنطقة لمحاولة جر السفينة ودفعها، لكن حتى الآن لا يوجد حل سحري يجمع عليه الكثيرون. هناك ثلاثة حلول، إما تفريغ الحمولة وهو حل مطروح غير مستبعد، والحفر أسفل السفينة أو دفع القاطرة أو الاعتماد على دفعها بقاطرات أو الاعتماد على مسألة المد والجزر. واشنطن بوست أيضا تناولت فكرة السخرية مما جرى في السفينة، لكن قالت رغم هذه السخرية المنتشرة على مواصل التواصل الاجتماعي في العالم. طيب خليني أنقل يعني خبر متداول منذ قليل الأستاذ عبد الرحمن لبعض الصحف بأنه هناك تحرك جزئي للسفينة خلال الفترة القصيرة الماضية، لكن أنا عايز لازلت أتكلم مع حضرتك في فكرة تناول الصحف الغربية للموضوع. يعني عايز أتساءل الآن، هل بالفعل تناولت بعض الصحف الأزمة بسخرية؟ لم تتناول بسخرية، هي سلطت الضوء على أن هناك سخرية، لكن هذه السخرية يعني هذا ما كان في واشنطن بوست، أنه على الرغم من هذه السخرية إن هذا لا يمنع يعني النظر إلى تاريخ قناة السويس، وتناولت الجريدة تاريخ قناة السويس يعني منذ التفكير فيها منذ الفراعنة وما بعد ذلك وحتى وقت نابليون وثم الخديوي وفيق وما إلى ذلك، وقالوا أن يعني هذه السخرية لا تمنع من النظر يعني قناة السويس بأنها شريان الحياة في العالم، لكنها لم تسخر، لم يسخر أحد من
المشهد، بالعكس الجميع يتناوله بشكل جدي، ولكنهم يعني قالوا ان ثمه سخريه موجوده على مواقع التواصل في العالم، لكنهم كانوا يلفتون الى اهميه قناه السويس والى اهميه يعني انها شريان تجاري وانها يعني فكره مطروحه منذ يعني ما قبل التاريخ الحديث، ومن ثم هي لم تسخر بالطريقه المعتاده، ولكنها يعني سلطت الضوء على ان هناك ثمه سخريه من الموقف الحالي او من يعني عدم التعامل مع الازمه بشكل يعني سريع وجدي او وجود نوع من انواع اداره طيب الازمه. النقطه دي تحديدا يعني نريد فيها شيء من التفصيل او الفهم استاذ عبد الرحمن، كيف قيمت الصحافة الغربية تعامل مصر، أقصد من ناحية الحكومة، مع هذه الأزمة؟ يعني التسليط كان التسليط بشكل رئيسي كان على التأخير، على التأخر في منح المعلومات أو التأخر في الحديث في البداية، في بداية الأزمة بشكل كبير. يعني سلط الضوء على هذا الأمر، وهذا الأمر الجميع لاحظه، هي فكرة أنه يعني لم يكن هناك، يعني قيل في بعض الكتابات وفي أول تصريح منذ الأزمة لمدبول، يعني هذا أشار إليه في الواشنطن بوست وفي أسوشيتد بريس، بأن كان هناك تصريح متأخر جدا لرئيس الوزراء في هذه الأزمة، ومن ثم يعني التسليط الضوء فيما يتعلق بجانب عدم التعامل مع هذه الأزمة جاء من ناحية عدم الشفافية وعدم حديث المسؤولين بشكل سريع وواضح منذ بداية الأزمة، وكان تسليط الضوء على فكرة تأخر هذه التصريحات المتناولة للأزمة أو الإعلان عنها، وأن المسألة يعني سلط الضوء عليها من قبل الصحافة الغربية أو ممثلي المصالح هذه الشركات في الإعلام الدولي وما إلى ذلك. كانت هذه النقطة الرئيسية فيما يتعلق بتناول الجانب المصري للتعامل مع الأزمة، لأنه الأزمة عرفت عالميا ليس عن طريق الإعلام المحلي ولكن عن طريق الإعلام الدولي، والجميع يتابعها عن طريق مواقع الشحن ومواقع المتعلقة بالبحار والمحيطات التي تبث بشكل مباشر كل ما يجري حول الأزمة، وهذا هو المصدر الرئيسي للمعلومات. طيب. الأزمة دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث عنها، ومن ضمن ما قال أنه ربما يتخذ إجراءات إذا ما حلت هذه المشكلة بصورة سريعة أو في فترة قصيرة، كيف قرأت تصريحات جو بايدن؟ يعني أنا أعتقد أن الجميع تململ من مسألة سوء إدارة الأزمة في بدايتها تحديدا، والجميع رأى أن للأسف الشديد أن مصر رغم أنها تملك قناة السويس منذ عشرات الأعوام لكن لا يوجد إدارة للأزمة مثل هذه يعني المواقف، وهذا أمر صدم العالم لأنه أثر على مصالح كبيرة جدا، 400 مليون دولار خسائر يومية وتعطل كبير لحاويات يعني تحمل ليس فقط غذاء أو دواء ولكن أيضا غاز وبترول وما إلى ذلك، وهذا يعني في نهاية الأمر لا يمكن السكوت عليه، ومن ثم يعني ربما يكون هناك نوع من أنواع الخطوات التي يا إما تدفع مصر إلى تحسين إدارة الأزمة، إعطاء نوع من أنواع التدريبات، يعني الحديث عن فكرة شراء معدات أو بناء بيت خبرة مصري أو ما إلى ذلك، لا نعلم كيف سيتم، هل سيتم بشراكة أو سيكون هناك شركات متعاقدة مع قناة السويس للتدخل في هكذا أزمات بشكل مباشر، كل هذا لا نعلمه، ولكن الواضح جدا في الإعلام الأمريكي تحديدا الذي أتابعه أن هناك حالة من التململ حول فكرة عدم حل هذه الأزمة بشكل سريع، والتكتم بشكل يعني واضح أو عدم الحديث بشكل واضح من قبل المسؤولين المخول لهم الحديث عن هذه الأزمة في البدايات، ولا أعتقد أن العالم سيصمت عن أن تكون دولة يعني ليس لديها إدارة أزمة لمثل هذه الأمور، والأمر لا يتعلق بهذه الدولة، الأمر يتعلق بربما ما يقرب من ثلث التجارة العالمي، 30% من الحاويات العالمية تمر من قناة السويس و10% من التجارة إجمالا تمر من قناة السويس، ومن ثم أعتقد أنه ربما سيكون هناك ضغوط على النظام المصري لتحسين مستوى إدارة الأزمات وإدارة المخاطر في هكذا مواقف داخل قناة السويس. نعم، شكرا لحضرتك أستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب.